مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من عيش صح. احنا دايما في عيش صح بنحرص ان احنا نستضيف افضل الاطباء اللي هيقدروا يفيدونا في مشاكلنا المختلفه كلها، وبما ان فقره النهارده خاصه بالتغذيه فكان لازم يكون معانا اخصائيه التغذيه العلاجيه دكتوره دعاء سهيل الحاصله على دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي اللي من اسبوع بالظبط تم تكريمها في مهرجان المرأة العربية للإبداع كامرأة مبدعة في مجالها هي وفريقها بسبب التكريم المميز ده. كان لازم هي النهاردة تنورنا عشان نرحب بيها وناخد من وقتها علشان ناخد من الحاجات الحلوة والمعلومات القيمة قوي اللي دايما بتديها لنا، وكمان نبارك لها على التكريم الرائع اللي اتكرمت فيه. دكتور دعاء منورانا دايما ودايما رافع راسنا. ربنا يخليكي يا استاذة اريني، ميرسي لذوقك ومرسي على صدقتك. منورانا يا دكتور والف الف الف مبروك على التكريم. مرأة مبدعة، يعني مرأة مبدعة فعلا، يعني حضرتك مؤهلة جدا جدا لللقب انك تتكرمي في مهرجان المرأة العربية للإبداع. كلمينا بقى شوية عن التكريم الجميل ده. والله هو السنة اللي فاتت في 2018 الحمد لله ربي كان مبادرتي قسمنا بوابة لكل الأمراض، الحمد لله عدد كبير جدا تفاعل معايا أنا وفريقي طبعا، والحمد لله كان يعني يعاني من زيادة وزن وألم في العظام أو في المفاصل، يعني مشكلة في العظام، زيادة وزن وسكر درجة تانية، زيادة وزن وضغط مرتفع، مع كل ده الحمد لله يا رب يعني اللي كان بيفقد وزنه كان الحمد لله بيتخلى عن العلاج للمرض الناتج عن السمنة. أما نجحت الحمد لله مبادرتي دي واتكرمت عنها السنة اللي فاتت برضو في مهرجان المرأة العربية للإبداع. السنة دي أنا من شهر واحد أطلقت مبادرة مصر بلا سمنة. وليه أنا أطلقت المبادرة في شهر واحد؟ لأن كل الإحصائية الدولية اللي بتتعمل سنويا من 2016 و2017 و2018 الدول العربية تتصدر في المقدمة معاناة من السمنة. كان لازم أقف عند النقطة دي وإن أنا أشتغل جاهدة أنا وفريقي، مش لوحدي طبعا، لأن النجاح مش ليا لوحدي. أنا الحمد لله عندي 33 دكتور ودكتورة دارسين تغذية. ليه بقول دارسين تغذية؟ اشتغل أونلاين، سوق أونلاين مفيش مشكلة، بس بتسوق إيه ومين اللي بيسوق؟ صحيح. المفروض أنت وأنت بتسوق كورسات عشبية طبيعية آمنة على الصحة مرخصة من قبل وزارة الصحة. طيب أدي الشيء اللي أنت هتبعته للمريض عن طريق شركة الشحن. الشق الثاني علشان أنجح بمريضي، علم التغذية علم كبير جدا وسبق ودونته في كتابي التغذية وأثر الوعي والنمو الجسمي على النمو الجسمي. المفروض أن أنا وأنا بتناول الحالات الصحية بمختلف أعمارهم ومختلف حالاتهم الصحية لازم أكون دارس تغذية. فأنا عندي 33 دكتور ودكتورة دارسين، علشان أكمل باكج النجاح لازم يكون في فولو جيد مع العميل، المتابعة مع العميل. الموضوع مش بيع بس، المفروض أن أنت بتشخص حالته، بتبعت له الكورس المناسب للحالة الصحية والفئة العمرية. رقم ثلاثة انك تكون متابع جيد، ان انت دايما تكون مع مريضك على التليفون. طبعا مفيش بيت في مصر مفيش تحت بيته صيدلية طبعا، فالكورس بيجي له موجود مكانه، بينزل يوزن في الصيدلية. اي استفسار في اي وقت يدور في ذهن مريضي لازم الاقي دكتوري، لازم يكون طبعا طبعا 24 ساعه. انا 24 ساعه 33 دكتور ودكتوره مقسمين نفسهم على الوقت ده، بحيث ان اي حد بعت مسجز على الصفحه بتاعتي، وانا اكبر صفحه تخسيس في مصر الحمد لله يا رب. بالطريقة دي قدرنا ننجح الحمد لله يا رب في المبادرة الأولى، والتانية أنا راضي عنها كل الرضا، وإحنا في خلاص اقتربنا على انتهاء العام إن شاء الله. يا دكتور بقى لازم مبادرة جديدة حلوة كده نبدأ بيها السنة الجديدة إن شاء الله. والله الحمد لله السنة دي مصر بلا سمنة. ليه اشتغلنا ونجحنا قوي مع شريحة الشباب؟ وأكرر شكري تاني لقناة صدى البلد ولحضراتكم المذيعات الأفاضل. تم استضافة العديد من الحالات اللي فقدت وزن معانا وظهرنا بيهم في يعني أكتر قناة ظهرت بيها كانت قناة صدى البلد. يعني كانت فعلا دعم قوي لمن يعاني من زيادة وزن، إنه يشوف أدري خاسس 70 كيلو أو هند 40 كيلو أو كتير، أنا مش هقدر أقول أسماء
اسماء الناس اللي فقدوا الوزن معانا، ان يكون يعني ده سبورت قوي، ان ما فيش مستحيل، ان اقدر اتخلص من زياده وزني عن طريق مين ومين اللي بيخسسني، لان ده مهم جدا. انا اولى مؤسسي فكره التخسيس اونلاين، ولكن ليس حكر عليا، ما بقولش ان كل الناس مش صح وانا اللي صح، لا مش كده اكيد. يعني المفروض ان انت بتعمل رولز عريضه، انا عامله بلان ماشي عليها انا وفريقي، الحمد لله الحمد لله. الناس كتير جدا خلال العام فقدت وزن معانا. طيب دكتور، خلينا نقول ان مبادرة مصر بلا سمنة قدرت توصل لعدد كبير جدا جدا في مصر، وقدرتي حضرتك تحققي بيها يعني التارجت المطلوب فعلا بتاعها. كان ايه يعني ايه الدوافع وايه اللي ساعد حضرتك ان فعلا الحملة دي تحقق النجاح اللي احنا شفناه؟ ان انا يعني ايه اللي ساعدني، المفروض انا بصيت في الاحصائية الدولية، واكتر شريحة سنية بتعاني من زيادة الوزن الشباب. انا لما لقيت كل الدول العربية تتصدر في المقدمة معاناة من السمنة، السعودية والكويت والامارات، واحنا ايه ده، يبقى احنا اكيد في عوامل مشتركة. طيب اما نيجي نتكلم ايه اللي ساعدني، انا علم التغذية علم مدارس، المفروض ان انا اللي باقلم نفسي مع مريضي. صحيح. مفيش مريض يكون محب للاكل وشريحة الشباب ما تقدريش تقول له تونة في الغداء، بيضة مسلوقة الصبح، بالليل كوباية زبادي، مش هيسمع لي. كان لازم ان انا اخليه ياكل كل حاجة واي حاجة، ولكن بنسب قليلة معتدلة. اديله المادة الفعالة اللي تخدم حالته الصحية وفئته العمرية. تمام. ان انا لازم الخبراء بتوعي يشتغلوا يعني بخطوة رجل واحد، المفروض كلنا. وطبعا العديد من الاجتماعات تمت على مدار السنة، ويعني يعني لو تسمحوا لنا ان احنا نجيب بيفور اند افتر، ما شاء الله يتعدى الالاف من الحالات اللي فاقده معانا وزن. فركزت مع الشباب لان دي اكبر شريحه وصلنا لهم، يعني وكتير من الكرة لان احنا بنشوفهمش، هو اونلاين فبشوفهم بس بعد ما بيفقدوا الوزن وبيتم بعد الحلاوه بقى، بعد الحاجات الحلوه اللي بنشوفها. طيب المبادره يا دكتور اللي حضرتك لسه بتقولي لي مجهزاها للفتره اللي جايه، نقدر نقول بقى التارجت بتاعها ايه، او عايزين نوصل بيها لفين؟ نطلع من الاحصائيه الدوليه معاناه من السمنه. طالما احنا ما بنحرمش مرضانا من الاكل، يبقى انت تقدر تخسس كل الناس. محدش يقول لي اصل انا بعاني من زياده وزن وسكر درجه ثانيه، ما تقلقش، احنا دارسين كويس وعارفين ان انا اديك جرعاتك من علاجك وجرعاتك من الكورس بتاعي. مجهزين ان احنا لازم نشتغل اضعاف الشغل اللي اشتغلناه في 2019، علشان باذن الله باذن الله ما يكون لناش ترتيب في السنوات القادمه معاناه من السن ان شاء الله. احنا دلوقتي معانا البيج بتاعت الفيسبوك الخاصه بالفريق الطبي بتاع دكتور دعاء سهيل، لاي حد عنده اي استفسار، اي حد عنده اي سؤال، اي حد عنده اي مشكله يتفضل يبعتها، والفريق الطبي بتاع دكتور دعاء عاملين نبطشيات كده زي ما دكتوره دعاء قالت لنا، بيردوا 24 ساعه، هم يعني هم قادرين يلبوا احتياجاتكم في ال 24 ساعه، ما تقلقوش خالص. يعني احنا بس عايزين نرجع لايام زمان شويه، كنا بنفطر بدري ونتغدى بدري ونتعشى بدري، وكنا منظمين مواعيد اكلنا. العادات يا دكتور بتاعتنا هي كانت السبب ان احنا فعلا العادات دي اللي احنا اتخلينا عنها، وده طبعا لعجله الحياه السريعه والشغل. انا ما قلتش ان انت تنام بدري وتسيب شغلك، لا طبعا ما قلتش ده، ولكن انظم لك مواعيد اكلك، افطر بدري اتغدى بدري، بعد 7 مساء ما تاكلش غير طاقه سلبيه. للناس اللي سامعاني يعني ايه طاقه سلبيه، يعني الاكل اللي يملى المعده لكن ما يتخنش، اللي هو الخيار، خاص كابوتشي، فاكهه باي كميات فيما عدا العنب، البلح، المانجا، التين. الموانع دي كمان ما بمنعش مريضي منها على الاطلاق يا استاذه ايريني، المفروض ان انا بخليه ياكلها مره في الاسبوع. تمام. طيب اذا انا ما عملتش دايت للحاله دي، وان انا بخسس كل الناس بمختلف حالاتهم الصحيه، احنا بس بننظم مواعيد الاكل. تمام. بالطريقه دي ان شاء الله ما يكون لناش ترتيب في الاحصائيه، يعني ان شاء الله نطلع من الاحصائيه خالص بقى. يعني دكتور، الكورسات اللي احنا دايما بنتكلم عنها علشان التخسيس، خلينا نتكلم بصورة خاصة شوية عن كورس مناسب للناس اللي بتعاني من شهية عالية. دي يمكن أكتر حاجة إحنا بنقابلها. صح. يمكن حتى الناس الرفيعة شوية بس عندها أماكن معينة برضو بتبقى شهيتها عالية. صح. بس هم محالفهم
عندهم الحظ ان جسمهم مش كله بيزيد يعني بس فخلينا يا دكتور نتكلم عن الكورس الخاص للشهيه العاليه. على فكره انت بتتكلمي صح جدا، كل الدراسات الحديثه بتقول ان اكثر الاسباب التي دفعت من هم يعانوا من زياده وزن هي شهيه عاليه. احنا كدول يعني كدول عربيه محبين للاكل، سلوكياتنا وعاداتنا الحب والحنان والتقرب، وان انت تكون على علاقه طيبه بزميلك او بجارك، ان انت تعزمه على الغداء او العشاء، فالمفروض ان نقفل شهيه. تمام. اما اجي اتكلم عن اكثر الاعشاب اللي بتقمع الشهيه، عشبين، عشب السيليوم والجارسينيا. السيليوم وده في منه منتج مرخص من وزاره الصحه في مصر اسمه الاناسيليوم، مرخص من وزاره الصحه بتركيز عالي من الاناسيليوم، من السيليوم اللي هو قشور السيليوم او السيليوم، ده عشب اسيوي ينمو في جنوب شرق اسيا، زائد ان نسبه عاليه من الجارسينيا. الجارسينيا يطلق عليها مانع للشهيه. تمام. فلازم تكون بتركيز 60%، ودي النسبه المقرر بها دوليا، لازم ان يكون في عشب السيليوم. كمان الدراسات الحديثه بتقول ان عشب السيليوم المعده بتقدر تحتفظ بيه 12 و14 ساعه. لو انت من اصحاب الشهيه العاليه مش هتعرف تاكل. صحيح. خلونا ناخد اتصال تليفوني من استاذ صلاح. الو يا استاذ صلاح. فندم. الو استاذ صلاح. ايوه فندم، مع حضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. الله يخليك. الاول انا بشكر الدكتوره دعاء، مرحب بيها ومشكوره جدا جدا على العلاج، لان انا طبعا كنت في احتياجه، والحمد لله انا اتصلت بالدكتوره مي ومتابع حالتي بامانه يعني، وما تتقلش عليا باي معلومه. لا احنا مش بنشكر في مي بس، انا عايز اعرف حضرتك خسيت قد ايه مع مي. استاذ صلاح قول لنا الاول، حضرتك من اول ما قررت ان انت هتخس اتصلت بالفريق الطبي بتاع دكتوره دعاء سهيل. حضرتك كده تابعت مع دكتور مي تقريبا زي ما حضرتك بتقول. دكتور مي احكي لنا، احكي لنا بقى القصه، حضرتك كنت كام كيلو ودلوقتي بقيت كام كيلو؟ انا اول خدت العلاج من يوم 23/9 كنت 119. والحمد لله دلوقتي بقى لي 25 يوم دلوقتي 106. ما شاء الله، في 25 يوم. ما شاء الله ما شاء الله. كمل. 106 وصراحه ربنا، والله انا بشكر الدكتوره دعاء، وبسم الله ما شاء الله، والله حضرتك يعني الكلام والله شويه. يا رب يخليك. حضرتك منين يا فندم؟ حضرتك والله حضرتك منين؟ انا من البحيره، مركز شبرا خيل بحيره. احسن ناس. وحضرتك عندك كام سنه يا استاذ صلاح؟ 55 يا فندم. 55. ربنا يطول بعمرك، ربنا يدي لحضرتك الصحه وطوله العمر ونخن قلب ثروتك يا رب. وتنورنا بقى هنا مع دكتور دعاء ان شاء الله. يا ريت والله، ده شرف ليا يا فندم والله. ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا على اتصالك. دكتور 55 سنة، يعني الفرحة اللي في صوته حلوة. طبعا يعني كلها طبعًا شباب بصراحة طبعًا. يعني قبل ما نعلق خلينا ناخد الأول تليفون معانا من أستاذ علاء. ألو يا أستاذ علاء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. اتفضل. أنا عايز أشكر الدكتورة دعاء جدا جدا جدا، إن هي حولتني من إنسان كان محطم لإنسان ما شاء الله يعني حاجة تانية خالص. أنا كان وزني 113 كيلو. ويعني لما أعرف يعني كده بيضحكوا بالكرش بتاعي. والله العظيم يا فندم، بس وخالص بقى الكرش ده كان عامل لي مشكلة جامدة جدا جدا في حياتي يعني. حضرتك سنك قد إيه؟ أنا سني 37 سنة. يعني 37 تبدأ حياتك بكرش شباب، يعني في عز شبابك ينفع كده؟ لا أنا كنت زمان. معانا صورة أستاذ علاء بنشتغل، يعني احنا شايفين الكرش أهو يعني. أيوه. شفتي بقى عامل ازاي يعني منظر. لا بس يعني بعد ما شاء الله احنا مش هنبص لقبل خالص. أيوة. بعد يعني تفاؤل وبدايه جميله ان شاء الله ب 37 سنه. لا يا فندم، يعني بنبدا حياتنا. حاجه ثانيه، الكلمه الحلوه من الدكتوره دعاء والفريق بتاعها، يعني يا رب يخليك. في سر كبير جدا يعني من اسرار النجاح بتاعتهم. كان الله في عون عبد ما دام العبد في عون اخيه، ان انا خلصت المشكله عندك في اي وقت. يعني مثلا جالي هبوط، جالي كذا جالي كذا، دكتوره مارجريت الحقيني يا دكتوره مارجريت، حصل لي كذا، تقول لي علاء عملت ايه؟ ما اتغديت كذا، عملت كذا. بتشتغل ايه يا استاذ علاء؟ انا مراقب جوده انتاج وشغال بعد الدور في هايبر كبير في محل اكل وكده. تمام. فبخش على الثلاجات، ثلاجات الجبن واللانشون بتقعد بقى اخر النهار. طب في شهيه زي الاول؟ ده انا بخش على نفس اللانشون، قلت الشيف بيقول لي اللي هو واقف على الثلاجه بيقول لي علاء انت كنت بتفتح نفس على الاكل. لا خلاص احنا نسد نفسه بقى دلوقتي على الاكل، مش هناكل مع حد خلاص. والله يا فندم والله يعني، ومنظر دلوقتي الناس لما بتشوفني بجري وبعمل يعني. طب كمل يا استاذ علاء، والاستاذه ايريني تستضيفنا ان شاء الله معاها في البرنامج. تنورنا طبعا، تنورني. والله ده انا ليا الشرف، و
وتحت امركم في اي وقت، يعني انت غيرت حياتي كلها يا فندم. تليفوناتكم دي هي التكريم بالنسبه لي والله، طبعا تكريم مهرجان المرأة العربية الابداع على راسي، ولكن أيوة كلامكم تكريم اكتر. تستاهلي اكتر من كده يا دكتور دعاء والله، لو في اكتر يا حضرتك تستاهلي يا رب يخليك. بشكرك جدا يا استاذ علاء، وان شاء الله تكمل علشان تنورنا وتشرفنا هنا في حلقه، وندي شويه طاقه ايجابيه من اللي عندك في صوتك الحلوه دي على الهوا بقى كده للناس علشان نشجعهم اكتر واكتر. تليفونين رجاله لحد دلوقتي، مفيش ستات ولا قوي يا دكتور الرجاله عايزين ستات بقى، في انتوا فين يا ستات؟ هتكسفونا كده النهارده. الناس اللي بتعاني من الكرش والجسم التفاحي هي الرجاله، لان العواده والشغل والسواقه والمكاتب، لا والوجبه الرئيسيه بتاعتهم بتكون بالليل، فمش هيقدر يقوم بعمليه التمثيل الغذائي الجيد. صحيح، يعني استاذ علاء بيقعد في الثلاجه بالليل، هو بياكل جوه الثلاجه. دكتور، وكمان كان استاذ صلاح اللي مكلمنا في 25 يوم نزل من 119 ل 106، يعني ما شاء ده الله. ده معناه ان انت 55 سنه. طبعا تشخيص جيد. اذا انت مشكلتك في عمليه الايض او عمليه التمثيل الغذائي او عمليه الحرق داخل الجسم داخل جسمك، فالمفروض ان انا كرسي يكون حوارك. لو انت شهية عالية المفروض ان انا اديك اكثر من مادة عشبية تقمع الشهية. اذا انا عرفت المشكلة وشخصت كويس وكورس يخدم الحالة الصحية والفئة العمرية، وتابعتك ان انت تكون عارف اسم دكتورك، مين اللي ادالك، مين اللي تابعك، مين اللي كلمك، لو انت عندك سؤال باي وقت تكلمه، هو ده اللي بينجحك. تمام دكتور. بقى دعاء من اكتر الناس على السوشيال ميديا عندها جمهور، يعني مش 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 ناس عايزه تتعالج، لا ده جمهور. الصفحه بتاعه دكتور دعاء وصلت ل 400,000 فانز على الفيسبوك، ولسه في ناس لحد النهارده بتسالنا لو عندي جروب تاني عليه 250، وعندي صفحه تانيه ما شاء الله يا دكتور 300 برضو يعني. كل الجمهور ده، ولسه لحد النهارده في ناس بتسال ازاي تتواصل مع دكتوره دعاء ومع الفريق الطبي بتاع دكتور دعاء. يا جماعه يعني الجمهور ده كله ممكن يجاوب عليكم، مش احنا اللي هنجاوب بصراحة. يعني احنا من شوية عرضنا البيج بتاع الدكتور دعاء لأي حد يحب يتواصل، ودلوقتي البيج معانا تاني هي لأي حد يحب يتواصل فورا، يعني ما تترددوش، ما تحاولوش تترددوا خالص. ايا كان مشكلتك ايه، خد القرار بس. تمام دكتور. في ناس للأسف بيكونوا مش قادرين يعملوا أي مجهود علشان يخسوا، مش قادرين يتحركوا، مش قادرين يروحوا الجيم، مش قادرين يعملوا حتى تمارين في البيت، عايزين حاجة سهلة وعايزين حاجة سريعة وفي نفس الوقت ما تضرنيش صحيا، لأن في ناس كتير بنشوفها صح. بتجرب منتجات كتير، بنشوف إعلاناتها، بنجرب حاجات كتير، بنروح من نفسنا نشتريها من الصيدلية، حاجات كتير قرايبنا بيجيبوها، بس للأسف بتكون النتيجة مش مرضية. ان انا خسيت النتيجه اللي انا عايزها ومش مرضيه خالص صحيا. هو انا دايما يمكن بلفت نظري على السوشيال ميديا ان انا بلاقي صفحه عامله دعايه عاليه جدا لمنتج واحد. هل يعني من المنطق ان منتج اوحد يخدم كل الحالات الصحيه والفئات العمريه، يعني 20 زي 60 زي 70 زي 40؟ اكيد لا. طبعا. شهيه عاليه زي حرق متضرر؟ طيب هل اللي عنده الاثنين نفس القصه؟ الحالات تختلف والاسباب تختلف. فانا دايما اقول يا جماعه ما فيش حد جاره يجيب حاجه فيخس فتجيب زيه، انت مش قد مش في نفس عمره ولا نفس حالته. ده رقم واحد. رقم اتنين، المفروض ان انت ممكن ده يكون شهيه عاليه، انت تكون حرق متضرر، الاسباب تختلف، لازم حد يكون هو دارس ازاي يتعامل مع الناس وايه المناسب ليهم. صحيح. وطبعا يا دكتور كمان كل يعني فئه عمريه غير كمان الثانيه، مش كمان الحركه طبعا. او الحاله، الاطفال غير الكبار غير الشباب غير الستات يعني غير الرجاله. يعني شابه زيك صغيره عانت من زياده وزن زي سيده عندها 60 و70 سنه؟ اكيد اكيد لا. ونطلب، وفي ناس تطلب رياضه. طب في سيدات ورجال متقدم بيهم العمر وعندهم مشاكل في العظام، تقول له اعمل رياضه، يبقى الفيدباك سيء مش زي ما انت عايز، واحنا ممكن كمان نضره في الحاله طبعا. دي طبعا طبعا. دكتور وقتنا جري مع حضرتك بسرعه جدا، احب اقول لحضرتك مره كمان الف الف مبروك على التكريم. دايما دكتور دعاء مشرفونا ورفع راس الستات ومعليه دايما راسنا يا دكتور، ودايما كمان منورانا ومنوره عيش صح كله. انا بشكر حضرتك جدا على معلوماتك اللي اديتيها لنا النهارده، واتمنى نيجي قريب قوي ما تغيبيش علينا كده تاني علشان ناخد من حضرتك كل جديد. شرفتينا يا دكتور دعاء. ربنا يخليكي، ميرسي على استضافتك. كان معانا النهارده منورنا اخصائيه التغذيه العلاجيه دكتوره دعاء سهيل الحاصله على دكتوراه في التغذيه العلاجيه من جامعه نيوكاسل ببريطانيا، وصاحبه مبادره مصر بلا سمنه، واول مؤسسي فكره التخسيس اونلاين في مصر، ومؤلفه كتاب التغذيه واثر الوعي والممارسات الغذائيه على النمو الجسمي. استنونا فقره جديده من عيش صح.